هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده تجميلي اكتر، يعني هنتكلم عن حاجات كده كيوت قوي وصغيره خالص تفرق في الميك اب بتاعك لو انتي نازله الجامعه، لو انتي خارجه خروجه خفيفه كده وعايزه اللوك بتاعك يبقى ناتشرال وشكله حلو. فهقول لك عن شويه منتجات كده هتفرق جدا. طيب، اول حاجه الحواجب. الحواجب كتير مننا الحواجب بتاعته بتبقى خفيفه شويه. انا واحده من الناس اصلا كان عندي جرح في حاجبي هنا، تمام؟ فساعات كنت اعمل يعني اكتر حاجه يعني كانت كويسه معايا جدا هو الماسكارا بتاعه الحواجب. هسيب لك برده صورتها. ماسكارا الحواجب من الحاجات الجميله جدا جدا جدا، بتسرح الحواجب بشكل كويس وبتديكي شكل ناتشرال. هو ده يعني ايه؟ ده شكلها اهو، تمام. بتعملي بيها كده تسريح للحواجب بشكل ناتشرال وحلو قوي وجميلة بصراحة، من الحاجات اللي بتفرق جدا في شكل حواجبك. من الحاجات اللي كمان هتفرق في شكل حواجبك، انا يعني بالنسبة لي ماسكارا الحواجب احسن حاجة. يعني اهي برضو في شكل تاني برضو، هي كتير بس انا طبعا دي يعني بتعمل ايه، بتسرح لك حواجبك كده اهي، بتدي شكل حلو جدا كمان وشكل ناتشرال قوي حلوه. يعني بصراحه بتدي شكل حلو. ما يعني انا نصيحه مني، لو بشرتك يعني او شعرك كده اللون العادي ده اللي هو الدارج اللي هو الخمري العادي، استخدمي اللون الافتح. لو انت بشرتك او شعرك اسود قوي ممكن تستخدمي اللون البني الغامق. يعني احنا عندنا اللون البني الفاتح واللون البني الغامق، فخليكي في البنيات ما تخليكيش في الاسود. ما ينفعش الاسود على الحواجب يا بنات، خلوا بالكم. في حاجه تانية برضو حلوه للحواجب، حتى كمان هنا هو الاي برو، يعني منتج عباره عن انكلاينر او اللي هو ديب لاينر بس زي الحبر كده او زي القلم اللي هو فلوماستر انكلاينر واي برو. بصي لو خدتي بالك، لو خدتي بالك هنا الاي برو اهو او اللي هو الحواجب عاملينها باللون البني، والانك او الحاجه اللي هو الديب لاينر معمول على العين باللون اللي هو الاسود. فما تستخدميش لون اسود على حواجبك خالص، سواء ماسكارا او باودر او قلم او اي حاجه، اوعي ابعدي تماما عن اللون الاسود. حتى لو في فراغات اعملي باللون البني الغامق، ايا كان بقى لون شعرك ولون وشك. يعني بلاش الاسود ده، ما تخوفوش الناس مننا، جيبوا لناش الكلام مع الرجاله. المهم اعملي لايك بقى لو سمحتي كده، واعملي فولو او سبسكرايب عشان يوصلك الترندات الجديده. فنصيحتي ليكي بقى من الحاجه اللي انا استخدمتها، من الحاجات اللي انا استخدمتها وهفضل استخدمها على طول، اللي هو شوفوا مخلصه نص اهو، السيروم بتاع الرموش. بجد حلو قوي، بيطول الرموش كويس جدا. اعتقد باين يعني، انا حابه بس شكل النضاره عليا عشان ايه مديها شكل حلو مميز، يعني حابه كده يعني. بس عادي انا ممكن اقابلكم عادي في اي وقت في اي مكان من غير النضاره، عادي جدا. تمام. المهم بتعملي بيه، ممكن تعملي بيه الحواجب، ممكن تعملي بيه العيون، الرموش بتاعت العيون حلوه قبل، حلو قبل اي نوع ماسكارا. بيديكي هو سيرم بيطول الرموش، هسيب لك صورته هنا، سيرم بيطول الرموش وبيدي لها نضاره حلوه جدا، وفي نفس الوقت ايه بيحميكي كمان من اضرار الماسكارا او ان هي الماسكارا تساعد في ان شعرك يعني او رموشك تقل. الحواجب برضو نفس الكلام، بتغذيها، بس طبعا انت تحطيها على حواجب نظيفه ورموش نظيفه عشان لما تيجي تستعمليها تاني ما تعملش معاكي اي لون او اي ما تلمش اي بكتيريا. فخلي بالك من النقطه دي كويس جدا جدا، يا جميله يا حلوه. طيب العيون بقى، من الحاجات اللي هتدينا ناتشورال لوك هو اللون اللي جوه العيون، اللون اللي هو لونه فاتح شويه. بس انا يعني جايبه لكم ترند كده جديد، اللون الفاتح مدي لون شام، يعني مدي لون فيه لمعه. اللون اللي فيه لمعه ده مدي شكل حلو قوي، فدي من الحاجات الجميله قوي اللي هتفرق في ان هي توسع شكل عينيكي. بلاش تقعدي كحل 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 جوه، بيضايق عينيكي جدا. لو عملتي اللون ده يعني جوه عينيكي هيدي لون حلو جدا وهيدي وسع لعينيكي. ممكن تحطي ماسكارا او ممكن تحطي كحل تحت عينيكي او حوالين عينيكي، هيفرق معاكي جدا. من الحاجات بقى الحلوه قوي والعسل جدا حاجتين، التانت. عايزه تخرجي كده، بصي التانت ده يعني هو عباره عن ايس كريم. ايس كريم ايه هو؟ فموجود في علبه كده جديده كده، كوكا كولا يعني، حلوه جديده كده، هتفرق معاكي برضو. شكلها حاجه، شكلها كيوت، شكلها حلو، احنا بنحب ندلع نفسنا يعني، فخلينا مدلعين نفسنا كده. مش عارفه ايه اخره الدلع ده ايه. فالتنت ده اهو انا هجربه لكم كده. بس التنت ده تعملي ايه بقى عشان تعرفي تستخدمي التنت صح؟ حطيه على صبعك كده، نقطه عامله زي نقطه الايه على صبعك كده. في انواع تنت كتيره جدا موجوده عندنا طبعا، 0 12 7 7 2 2 4 8 2 8، هتعرفي تجيبي حاجه كويسه وما تضرش بشرتك. اهو شوفي انا عملته على الصوابع كده، تمام اهو. متحطيش دايركت على وشك عشان بيصبخ كده اهو، وبتحطيه كده على خدودك بحيث يدي لون ناتشورال. شايفين لون القمر؟ لون حلو قوي.
حطيه بقى على خدودك، حطيه على جزء من عينيكي. عايزه تزودي اوكي، مش عايزه تزودي انا يعني بالنسبه لي حابه ازود اهو، حتى هو قوامه حلو جدا ويعني حاجه نظيفه بصراحه كده اهو. تعمليه كده اهو خلاص، اداني اللوك الحلو الناتشرال اهو في وقتها. يعني ما تعمليش وتمشي، او مثلا ما تحطيش كده خلاص، وما تعمليش توزعيه بعدها. لو حطيتي كده وما وزعتيش بعدها او قعدتي شويه هيبقع لك، لكن لازم توزعي كويس اهو. وزعي بايديكي، مش محتاجه يعني، ممكن البراش ماشي، وزعي باللي انت عايزه توزعي بيه يعني. تمام، بس كده فتنت، هيديكي لوك حلو قوي 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 يا بنات. في حاجه بقى عسل جدا برضو بحبها، من الحاجات اللي هي منتجات ترندات حلوه قوي، الروج السحري ده. يعني بصراحه انا بحس ان هو حلو قوي لبنات كتيره صغيرين. يعني انت مش عايزه، عايزه احط اجربه عليا، مش عايزه مثلا تكون شكلك حاطه روج، عايزه لون لوك كده خفيف كده، فهو اللون ده هو شفاف اهو، شفاف خالص. تمام، يتحط على شفايف كده، مديها لون حلو قوي. ممكن يتحط كمان على الخدود، هو روج سحري، هو يعني بيدي لون حلو. معلش بقى، عذرا على كمية اتوبيسات المدارس اللي لسه طالعة، بس بحب اصور الصبح، معرفش ليه بقى طاقتي، بحب الصبح يعني بحب. بصوا شايفين الفرق، شايفين اللون، الفرق في اللون واضح قوي. ممكن تحطيه تحت يعني برضو، حتى ممكن عايزة اقولك يعني هو ممكن يعني بيدي كده لون اصلا، فممكن تعمليه تنت برضو، بس هيبقى تنت بقى ايه، وردي وردي كده، او ايه اللون البينك كيوت، فهو بيدي شكل حلو قوي للشفايف، شكل حلو. عايزه بقى تخرجي خروجه في ميتنج او حاجه من دي، استخدمي اللي هو الالوان النود، انا بحبها جدا من هدى بيوتي، حلوه برضو. وفي حاجات كتيره، في براندات كتيره، فطبعا انا سايبه لك الرقم تحت، في تحت الفيديو، 011 012 77 22 4 8 2 8. اللون النود حلو برضو، من الحاجات اللي جميله جدا بتدي شكل حلو للشفايف اهو. جميلة، وهتفرق في اللوك بتاعك قوي، وهيبقى شكلك يعني راقية قوي، وحاجة كده يعني شكلك حلو. ف يعني لان اصلا عايز اقولك مش كتير بيحبوا الميك اب الاوفر، احنا ممكن نخرج يوميا بس نحط حاجات خفيفة تفرق، التنت والديب لاينر وماسكارا الحواجب والحاجات دي كلها هتفرق معاكم. نجيبها ازاي؟ قلت لكم 012 77 22 4 8 2 8، او اللينكات كلها موجوده في صندوق الوصف، شوفوا الكلام ده هنقدر ان احنا نرشح لكم انسب حاجه، ونجيبها منين وبكام وازاي، واحسن مكان عامل عروض. بس كده اعملي لايك عشان يوصلك كل ترند جديد، اعملي سبسكرايب برضو وفعل الجرس عشان يوصلك كل ترند جديد وكل افتكاسه جديده في مجال التجميل. ربنا يعين الناس علينا، بس دي حاجه حلوه يعني ان احنا نتدلع، يعني ايه المشكله يعني. فبس كده، لو انت بتحبي دي تهتمي بنفسك، اعملي لايك، اعملي سبسكرايب والحاجات الجميله دي كلها. اشوفك بقى الحلقه الجايه، وبصي ايديا عملت ازاي في تنت، بس يعني ماشي مفيش مشكله، بس اهم حاجه يكون شكلك حلو. باي باي.